إلى مشروعها الخاص تتوجه سحر لبدء يوم عمل جديد. هنا في الموصل افتتحت هذه الطالبة الجامعية مطعماً هو الأول من نوعه في المدينة لتقديم الفطائر التركية بأنواعها مع الشاي الساخن. بعملها هذا تكسر احتكار الرجال في السوق وتحقق استقلالها الاقتصادي. والله الهدف من المشروع كان أنه فتح باب رزق لي، يعني خطرت الفكرة ببالي لأنه أنا أحب الأكل، فشفت أنه مشروع الأكل هو أحسن مشروع أنه شخص يفتح بهالوقت. الأكلات هي أكلات سريعة، فطاير تركية معروفة بتركيا، من الأكلات الشعبية المعروفة هناك. مشروعها الصغير وفر فرص عمل لشباب عاطلين، وبروح الفريق الواحد يعمل هؤلاء على إعداد الأكلات ويقدمونها للزبائن، لكنها لم تسلم من انتقاد المجتمع لها لكونها امرأة تعمل عمل الرجال كما تقول سحر. المرأة مو كل الأعمال تكون مناسبة لها، يعني لازم مثلا تمارس الأعمال اللي خاصة بها أو تبقى بالبيت. بعض البنات خاصة كانوا بصفي، فدائما كانوا يحاولون يدافعون عني حتى لو أنا ما كنت يعني أعطي أي تبرير أو شيء، شفتهم ما يساعدوني ويكون جانبي لأنه دا يحسون أنه أنا ما دا أسوي في شيء غلط. وكلما كسبت رضا من يتذوق هذه الفطائر، صار المجتمع الموصلي يتقبل وجودها في مهنة يعتقد أنها لا تليق بالنساء. لم يعد غريبا أن تجد امرأة تدير مشروعا تجاريا أو تفتح دكانا في الموصل، فهذه الظاهرة باتت أمرا واقعا يتقبله الجميع في ظل حاجة النساء إلى العمل وحاجة المجتمع إليهن. من الموصل قاسم الزيدي، يو تي في.